حنايا تنشاركوا في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي منظمينها الساكنه ديال بني ملال على اثر الهجمه الشنيعه اللي هجموا على خوتنا الفلسطينيين اللي ما دايرين والو، الابرياء الاطفال. البارح واحد الهجمه اللي كانت شرسه، هجمه ديال الاباده، الهجمه ديال اباده الشعب الفلسطيني باكمله على في مستشفى اللي فيه اطفال اللي فيه جرحى اللي فيه مصابين، معاهم شكون اللي معاهم السيدي؟ معاهم الاطباء، معاهم الفرمليه، ناس عسل. نحن ندين بشده هذه الهجمه الشرسه على الشعب الفلسطيني، وندين كل من ساندهم من قريب او بعيد. الشاهد حبيب الله. إذا خرج اليوم في هذه المسيرة، هذه الوقفة اللي أمامكم، للتنديد أولا بالمجازر التي ترتكبتها وترتكبها القوات الاحتلال في أراضي غزة، وخاصة في المستشفى الذي قتل البارحة، الذي قصف البارحة وخلف ما يزيد على 500 شهيد، فهو قصف عشوائي. ويريد الاحتلال من خلاله أن يقول للعالم أنني قوي، وأن يمسح الصورة عن صورة الانهزام عن جيشه، وأن يزيل صورة المجاهدين أو المقاومين في غزة، ويريد كذلك تهجير إخواننا من فلسطين إلى الأراضي المصرية كما يدعون، وهذا من المستحيل. تحية عز وإكبار وصمود وإجلال لإخواننا المناضلين في قطاع غزة وفي فلسطين القاطبة، وتحية خذلان وتحية عار للاحتلال الغاشم الذي ما زال يرتكب جرائمه وظلمه تجاه إخواننا في غزة منذ 10 أيام، وهذا الاحتلال الغاصب يرتكب جرائمه وظلمه وإبادته الجماعية لإخواننا في غزة أمام مرأى العالم، والعالم يسمع والعالم ينظر ولا يحرك ساكنا منذ أكثر من 10 أيام، ونحن نرى هذا الظلم. وقبل يوم أو ليلة أمس ارتكب العدوان الظالم على قطاع غزة مجزرة جديدة استشهد فيها أزيد من 500 شهيد وشهيدة. هذا العدوان يأتي في إطار الحملة الشرسة التي يرتكبها هذا الكيان الظالم تجاه إخواننا في غزة. نقول لهذا الكيان: نحن مع غزة، نحن مع المقاومة، نحن مع فلسطين، نحن مع المسجد الأقصى. وتأتي هذه الوقفة اليوم لكي نندد بهذه الجرائم، ونقول لأهلنا في غزة مزيدا من الصمود، مزيدا من الثبات، مزيدا من المقاومة، فالنصر لكم إن شاء الله، ولا عزاء للظالمين ولا عزاء للمتخاذلين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.